السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنتكلم على الهيموفلاجيليتس في المحاضرة دي. الهيموفلاجيليتس of medical importance to genera trypanosoma and leishmania. الهيموفلاجيليتس من اسمها كلمة هيمو يعني ممكن الاقيها موجودة سواء كانت inhabit البلاد او في ستيج معينة منها ممكن الاقيها في البلاد. فلاجيليتس يعني ليها فلاجيلم فورميتيليتي اند كاينيتوبلاست. الكاينيتوبلاست ده الاوريجين اوف فلاجيلم جوه البادي اوف الهيموفلاجيليت. في خمسه كاركترز كده مهمين للهيموفلاجيليتس لازم نتعرف عليهم قبل ما نبدا عشان يساعدونا في فهم الهيموفلاجيليت. اول كاركتر قلناها ان هي ليها فلاجيلم فورميتيليتي اند كاينيتوبلاست. تاني كاركتر ان هي انفكت الفاسكولار سيستم اند اذر فيريوس تيشوز. الكاركتر الثالثة ان هي لابد من وجود انسكت فيكتور تو كومبليت ذا لايف سايكل اوف هيموفلاجيليتس. نمبر 4 ان انفكشن از ترانسميتد ايذر باي ذا بايت اوف ذا انسكت، بسميه في الحالة دي انتيريور ستيشن ترانسميشن، يعني الفيكتور وهو واقف بيبايت بياخد البلاد ميل بتاعته بينزل الانفكتيف ستيج عن طريق الماوس تنزل في البايت ووند وتعمل انفكشن، او بيكون باي ذا فيسز اوف ذا انسكتس ويتش رابد انتو ذا بايت ووند، يعني وبسميها في الحاله دي بوستيريور ستيشن ترانسميشن، يعني الانسكت فيكتور وهو واقف بيعمل بايت وبيساك بلاد بيعمل ديفيكيشن، فبينزل فيسز جنب البايت ووند وبيطلع الانفكتيف ستيج يخش على البايت ووند ويعمل انفكشن. الكاركتر الخامسة للهيموفلاجيليتس ان هي في 4 developmental stages او forms لابد من تواجدهم في اللايف سايكل، مش لازم كلهم الاقيهم في اللايف سايكل الواحدة، ممكن الاقي ستيج او اتنين او تلاتة على حسب كل بارازايت. الفورمز او الستيجز بتاعت الهيموفلاجيليتس دول اربعة. اول ستيج بسميه اماستيجوت او الليشمانيا فورم. حرف ا معناها without، ماستيجوت free flagellum، يبقى الستيج ده من اسمه اماستيجوت without apparent free flagellum. شكله ايه؟ شكله بيبقى rounded او nearly rounded، في نيوكليوس عشان طبعا ده واحد من الايوكاريوتس، في الكاينيتوبلاست وفي remnant of flagellum جوه البادي، مفيش free flagellum بره. بعد كده البرو ماستيجوت او الليبتومونات فورم. برو معنى كده امامي، هو اللي امامي الاوريجن بتاع الفلاجيلا الكاينيتوبلاست امامي. امامي يعني ايه؟ يعني في الناحيه الاماميه. هي مين الناحيه الاماميه؟ لما يطول كده ويبقى شكله طويل تبقى الناحيه الانتيريور هي اللي طالعه منها الفري فلاجيلا، يبقى مكان الكاينيتوبلاست في الناحيه الاماميه اهو with anterior free flagellum. الستيج اللي بعد كده بسميه ايبي ماستيجوت او الكرايتيديا فورم. ده بيكون الكاينيتوبلاست بيرجع لورا بيبقى قريب، ايبي يعني نير، نير لمين؟ نير للنيوكلياس. بيطلع الفري فلاجيلم يمشي جنب البادي كده اهو لغايه ما يطلع انتيريور فري فلاجيلا قدام. المسافه بين الفري فلاجيلم والبادي بيبقى فيه ممبرين كده ماسك الفلاجيلا منير ذا بادي اسمه انديوليتنج ممبرين، البينك ده اللي في الصوره الثالثه لونه بينك. بعد كده تريبو ماستيجوت او اللي بسميه تريبانوسوم فورم. ده عباره عن ان الكاينيتوبلاست رجع في البوستيريور بوردر في البوستيريور اند، فبالتالي بيطلع الفري فلاجيلم يمشي جنب البودي كله لغايه الناحيه الانتيريور ويطلع يعمل فيه فلاجيلم، وفي اندوليتنج ميمبرين اللي بيمسك الفلاجيلم في البودي اوف بروتوزو. اول جينس هنبدا بيه ان شاء الله دي التريبانوسوما. التريبانوسوما فيها ثلاثه اوف ميديكال امبورتانس تو مان، فيهم اتنين زي بعض بالظبط او قريبين قوي 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 من بعض وواحده مختلفه. الاثنين اللي شبه بعض تريبانوسوما جامبينزي اند تريبانوسوما رودوسينزي، هما الاثنين بوث كوزنج سليبنج سيكنس اللي هو افريكان تريبانوسوميزيس. الترانسميشن بيبقى انتيريور ستيشن ترانسميشن. الانسكت فيكتور از سي تي فلاي او جلوساينا. التريبانوسوما الثانيه اللي مختلفه عنهم تماما اسمها تريبانوسوما كروزي، دي بتعمل تشاجاس ديزيز او الامريكان تريبانوسوميزيس.
الترانسميشن بيبقى بوستيريور ستيشن ترانسميشن. الانسكت فيكتور اسمه وينجد باب او ترياتوما. الافريكان تريبانوسوميزيس او السليبنج سيكنس اللي قلنا عليه بيتسبب باثنين من التريبانوسوم جامبينزي اند روزيسينسي. في كام فرق كده بينهم وبين بعض لازم نقولهم. التريبانوسوما جامبينزي بتكوزز ذا كرونيك فورم اوف ذا ديزيز والفيكتور بتاعها لوساينا بالبالس. التريبانوسوما روديزينسي بتكوز الاكيوت فورم اوف ذا ديزيز والفيكتور بتاعها جلوساينا مورسيتانس. الاختلاف اللي بعد كده اللي بين التو تريبانوسومز بتوع السليبنج سيكنس ان التريبانوسوما جامبينزي بتبقى موجوده في الويست سنترال اند سنترال افريكا، التريبانوسوما روديسينسي بتبقى موجوده في السنترال اند الاي سنترال افريكا، يبقى مختلفين كمان في الجيوغرافيكال ديستريبيوشن بتاعهم. اللايف سايكل اوف تريبانوسوما، انا هفترض اني عندي شخص معدي وقفت عليه تي تي فلاي، هتاخد في البلاد ميل بتاعتها اللي موجود في البلاد التريبانوسومز التريبو ماستيجوت فورم. التريبو ماستيجوت فورم بيبقى مالتبلايد في باللونجتيودينال بيناري فيجن في الميد جات اوف ذا جلوساينا، بعد كده بيميجريت انتيريوري لغايه ما يوصل البرو فنتريكولاس ده جزء من الجات بتاعت الجلوساينا ويتحول الى كرايسيديا فورم. الكريسيديا فورم بعد كده بيوصل للسليفري جلاند، اول ما يوصل للسليفري جلاند بيرجع تاني يتحول لتريبانوسوم فورم وبيبقى ساعتها اسمه ميتا سايكليك تريبانوسوم، وده الانفكتيف ستيج موجود في السليفري جلاند في السلايفا بتاعت الجلوستاينا وجاهز عشان ينزل في البايت ووند. اسمه ميتا سايكليك لانه جه بعد سايكل حصلت جوه الجات بتاعت الجلوستاينا، وتريبانوسوم لانه شكله تريبانوسوم، شكله تريبو ماستيجوت فورم. هتيجي الجلوساينا بعد كده تقف على شخص تاني جديد عشان تاخد البلاد ميل بتاعتها، بتعمل بايت فبيروح نازل مع السلايفا الميتا سايكليك تريبانوسومز اللي هي الانفكتيف ستيج وتوصل البلاد. تسبريد رابيدلي اند مالتيبلايد في البلاد والليمف نود ليتر اون او بعد شويه او لما يتحول الديزيز الى كرونيك ستيج هلاقيها مايجريت للسيريبرو سباينال فلويد ومسببه لي سليبنج سيكنس اب تو ديس للعيان. الباثوجينيسيس والسيمبتومز اللي بتحصل بتبدا من اول البايت بتاعه الجلوساينا. البايت بتسيب سمول سبكوتينيوس انفلاماتوري نوديول مكان البايت بسميها تشانكر. بعد كده التشانكر ده بينتشر منه التريبو ماستيجوت في البلاد بيعمل للعيان الريجولار فيفر اند هيديك. بعد كده بلاحظ اللارجمنت اوف ذا سوبرفيشال ليمف نودز سبيشالي ذا بوستيريور سيرفايكال جروب وبسميها وينتر بوتوم ساين. بعد كده لما يوصل البارازايت يوصل للسي ان اس يبدا يحصل لي مانيفستيشن بتاعه السي ان اس انفولفمنت دي تايم سليبنج منتال دالنس تريمورز باراليسيز كوما اند ديس. هنا الشريحه دي بتوريني المراحل بتاعه الديزيز اهي، وقفت الجلوساينا عملت بايت نزلت التريبو ماستيجوت او الميتا سايكليك تريبو ماستيجوت او الميتا سايكليك تريبانوسومز كل ده ينفع، عملت شانكر از ذا بايت سايت، الريجولار فيفر في الصوره اللي بعدها على الشمال من تحت الريجولار فيفر، بعد كده وينتر بوتوم ساين اهي الارجمنت اوف ذا سيرفايكال بوستيريور سيرفايكال ليمف جلاند اند كوما اند ديس في الصوره الاخيره. اشخص ازاي السيبنج سيكنس؟ اشخصه الدياجنوزيس بتاعته بيكون اكوردنج تو ذا ستيج. لو هو لسه ان ايرلي ستيجز والبارازايت موجود في البلاد اعمل سيك اند سين بلاد فيلم. لو بعد شويه حصل ليمف نود انفولفمنت او انلارجمنت اخد بايوبسي من ليمف نود وادور على البارازايت هلاقيه موجود في الليمف نود. اكزامينيشن اوف ذا سباينال فلويد لما يوصل للسي ان اس بعد كده لقيتهم قليلين ومش قادر احكم ان هو فيه او لا او شاكك اعمل انيكيوليشن اوف لابوراتوري انيمال، اخد العينه اللي انا ساحبها دي سواء كانت بلاد كانت بون مارو كانت ليمف اسبيريت كانت سباينال فلويد واحقنها في كلين لابوراتوري انيمال واشوف المانيفستيشنز اللي هتطلع عليه. بعد كده اعمل ديمونستريشن اوف سبيسيفيك انتي بادي اعمل سيرولوجي او سيرولوجيكال تيست وده هيبقى ديفينيت دايجنوزيس. التريتمنت بتاع السليبنج سيكنس برضو بيعتمد على الستيج اللي جاي فيها العيان. لو العيان جاي ايرلي في بلاد اند ليمفاتيك ستيج بدي بنتاميدين ايزوسيونات او سيرامين صوديوم، لو جاي ليت ديورنج سي ان اس انفولفمنت بدي ميلوسبرول او تريبانسيامين.
البريفنشن اند كنترول، انا احب دايما انتوا تقولوه طالما انا فهمت اللايف سايكل وعرفت الستيجز اللي موجوده في اللايف سايكل، اقدر اعمل كنترول واعمل بريفنشن. فانا عندي اللايف سايكل بتتم بين هيومن وبين سي تي فلاي. الهيومن ده يا اما انفكتد او لسه مش انفكتد، لو هو انفكتد اعمل له تريتمنت اوف كارير او بيشنتس، او شخص مش انفكتد ورايح منطقه وهو عارف ان فيها تريبانوسوم يبقى اعمل له بروفيلاكتيك تريتمنت ويز بنتاميدين ايسوسيونيت. طيب السي تي فلاي بعمل لها ايه؟ بعمل لها ديستراكشن اوف ذا انسكت فيكتور او بمنع وصولها للانسان. السبيشيز الثالثه من التريبانوسوما قلنا اسمها تريبانوسوما كروزي، وقلنا ان هي بتسبب الامريكان تريبانسوميسيس، وده مرض مختلف تماما عن الافريكان تريبانسوميسيس، اسمه شاجاس ديزيز، وقلنا الفيكتور بتاعه اسمه ترياتوما او الوينجد باج، بيصيب الهارت والدايجستيف سيستم، حتى شكله في البلاد فيلم بيبقى مختلف تماما، بيبقى واخد سي شيب. يكفي الكلمتين اللي انتوا عرفتوهم عنه دول. الجينس الثاني اوف هيموفلاجيليتس اسمه ليشمانيا، وده في تو سبيشيز اوف ميديكال امبورتانس اوف الليشمانيا، في ليشمانيا تروبيكا وليشمانيا دونوفاني. ليشمانيا تروبيكا بتسبب كوتينياس ليشمانيزيس او اسمها اورينتال سور او اليبو بويلز او بغداد بويلز. الليشمانيا دونوفاني بتسبب فيزرال ليشمانيزيس او كالا ازار او دمدم فيفر او بلاك فيفر، كل دي مسميات للديزيز. هما الاثنين بيتفقوا ان الفيكتور بتاعها او الانسكت فيكتور بتاعها ساند فلاي اسمه فيليب بوتوماس. الفيليب بوتوماس دي واحده من السودو موسكيتوز او اللي احنا بنسميها الهموش. اللي بيتفقوا مع بعض التو سبيشيز بتوع الليشمانيا ان البارازايت موجود في الماكروفاجس اوف ذا ريتيكولو اندوثيليال سيستم، سواء كانت في السكن في الليشمانيا تروبيكا او سواء كانت في الفيسرال او في الانترنال اورجانز في الليشمانيا دونوفان. هنبدا بالليشمانيا تروبيكا. الليشمانيا تروبيكا زي ما اتفقنا ان هي ده بيسبب سكين ديزيز للمان والدوجز والرودنتس، يبقى الديفينتيف هوز هنا المان، واذر هوستس بسميها ريزرفوار هوست الدوج والرودنتس. بتبقى الجيوغرافيكال ديستريبيوشن بتاعه بيبقى موجود في ايجيبت، جوردان، عراق، اريبيا اند ميديترينيان كانتريز وانديا. بتبقى موجوده فين الهابيتات؟ اتفقنا ان هو موجود في الماكروفاجز اوف ذا سكين. هنا هنبدا اللايف سايكل باني بفترض ان في بيرسون او هوست انفكتد، ولازم الساند فلاي او الفليبوتوماس تقف تاخد بلاد ميل، تاخدها في الاريا اوف انفكشن في الالسر في الحته فيها الليجن الكوتينيوس ليجن، عشان وهي بتاخد البلاد ميل بتاعتها بتاخد من السكن بتاخد الاماستيجوت 4 اللي موجوده في السكن في الميكروفاجس او فري. البارازايت بيتغير او تشينج تو ليبتومونات فورم في اند مالتيبلاي في الميد جاب تقريبا بتاعه الساند فلاي، بعد كده بيتحرك انتيريولي تو ذا بكال كافيتي ويتحول قلنا البروماستيجوت، ويفضل موجود في السليفري جلاند او في البكال كافيتي بتاعه الساند فلاي لغايه ما تبايت شخص جديد. لما تيجي الساند فلاي تعمل بايت لشخص جديد ينزل البروماستيجوت بيبقى ريجرجيتيتد من عن طريق الماوس في السكن في البايت اوند. طيب نزل البروماستيجوت في البايت ووند، ده الانفكتيف ستيج، يبقى الانفكتيف ستيج مين؟ الليبتومونات فورم او البروماستيجوت، بيبقى انجلفد باي ذا ماكروفاجز اللي موجوده في السكن ويتحول الى اماستيجوت او الليشمانيا فورم، يبقى مالتبلايز جوه الماكروفاج لغايه ما تبقى خلاص مش قادره تشيل اكتر من كده، تفرقع والاماستيجوت تعدي ماكروفاجز جديده وتفضل تعدي في ماكروفاجز جديده وتكوني الباثولوجي اللي هنقول عليه بعد شويه. الميثود اوف انفكشن في الليشمانيا تروبيكا عباره عن جزئيتين، زي ما في جزئيه اتكلمنا عليها وقلنا ان في انسكت فيكتور، وطالما في انسكت فيكتور بسميها بيولوجيكال ترانسميشن. البيولوجيكال ترانسميشن ده بيبقى ثرو ذا بايت اوف ساند فلاي، وبيبقى الانفكتيف ستيج في الحاله دي زي ما قلنا قبل كده ده البروماستيجوت او الليبتومونات فور. طيب لقيوا ان في لو واحد عنده السر بتاعه الليشمانيا تروبيكا او عنده السكن ديزيز وجه ان كونتاكت مع شخص تاني عنده ابريدد سكن
هيتنقل الانفكشن. بس في الحاله دي هتبقى الانفكتيف ستيج مين اللي موجوده في السكن؟ برافو عليك، الاماستي جود فور. يبقى في الميكانيكال ثرو كونتاكت اوف ابريدد هيلثي سكن ويز ulcerated ليجن شخص المعدي. الانفكتيف ستيج في الحاله دي هيبقى الاماستي جود او الليشمانيا 4. يبقى ليها تو ميثودز اوف انفكشن. الباثوجينيسيس اند سيمبتوم اوف ليشمانيا تروبيكا او كوتينيوس ليشمانيزيس بيبدا من سمول ريد بابيول ات ذا سايت اوف بايت، حاجه عامله زي قرصه الناموسه كده. بعد شويه بيتراكم جواها شويه فلويد وتتحول من بابيول الى فيزيكل. بعد شويه الفيزيكل دي بتفرقع وتبقى ألسر. الألسر دي بتكبر توصل يعني لاتنين او لسته سنتي في الدايمتر بتاعها، وبتبقى ليها انديوريتد ريد زون من بره زي الصوره الثالثه كده. بعد كده بيحصل هيلينج اوف ذا ألسر، سواء العيان اتعالج او هيلينج باي بالتريتمنت. المشكله في انه بيسيب ديسفيجرنج سكار زي ما انتم شايفين الصوره الرابعه من تحت، سايب سكار. السكار بتاعه مشكلته ان هو ديسفيجرنج، مش اي سكار، مش سكار هيروح او هيختفي. Diagnosis of Leishmania tropica او الكوتينيوس ليشمانياسيس بيبدا من قدامي ألسر، اخد منها سمير من وخاصة من الانديوريتد ايدج لان بيبقى فيها اماستيجوت كتير شوية. وبعد كده اعملها سمير على شريحة واعملها ستيننج بالجيمسا ستين وادور على الاماستيجوت فور. في الكرونيك ستيجز بتبقى عدد البارازايت بدأ يقل، او لو العيان خد تريتمنت او حاجة هلاقي العدد قل. فبعمل ايه؟ فبعمل لها كلتشر على ميديا معينة اسمها ان 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 ميديا، او اخد العينه واعمل لها انكيوليشن اون كلين جولدن هامستر في السكن بتاعه طبعا، واستنى اشوف عملت ألسر في السكن بتاع الانيمال ولا لا. لو عملت ألسر يبقى ده بوزيتيف، العيان بوزيتيف، لو ما عملتش يبقى نيجاتيف. التريتمنت بتاع الكوتينيوس ليشمانيزيس عباره عن لوكال هيت، ان انا اسلط عليها حراره بدرجه حراره معينه من 39 ل 40 ديجري سنتيجريد لمده 12 ساعه، زائد ان انا احافظ على الكلينس بتاعتها عشان امنع السكندري بكتيريال انفكشن. بس دي طريقه قديمه شويه وتقريبا خلاص محدش بيستخدمها. اللي دلوقتي بنستخدم البنتوستام، ومعاها بستخدم توبيكال انتي بايوتيك عشان امنع السكندري بكتيريال انفكشن. البريفنشن اند كنترول، دلوقتي خلاص انا عرفت اللايف سايكل. اللايف سايكل عندي فيها هوست وفيكتور، اعمل تريتمنت للهوست او اعمل ايراديكيشن للريزرفوار هوست او اعمل ايراديكيشن اوف ذا ساند فلاي. كلمتين تعرفوهم عن الليشمانيا دونوفاني، زي ما اتفقنا قدام ان هي بتعمل فيزرال ليشمانيزيس او اسمها كالا ازار او دمدم فيفر او بلاك فيفر، كل دي مسميات لنفس الديزيز. اللي بتمرض فورم اول ما بيخش مع البايت اوف ذا ساند فلاي بيبقى انجلفد باي ذا ميكروفاج اند تشينز تو ذا ليشمانيا 4. ده حصل هناك برضو، لكن هنا بيبقى مالتبلايز ان ذا ارتيكلو انديسيليال سيستم اوف ذا انترنال اورجانز. هناك كانت واقفه عند السكن، لكن هنا بتخش على الانترنال اورجانز، الليفر، السبلين، البون مارو. بتعمل ايه في العيان؟ بتعمل رقم واحد فيفر، اثنين هيباتوسبلينوميجالي، ويت لوس، هايبر جاما جلوبينيميا، انيميا اند بان سيتوبينيا. ليه اسميها بلاك فيفر؟ لان بيحصل معاها هايبر بيجمنتيشن اوف ذا سكن. الهايبر بيجمنتيشن اوف ذا سكن مع الفيفر خلى العلماء سموها بلاك فيفر. ان شاء الله تكونوا استفدتوا ويكون الامور بسيطه، واسالوا وذاكروا واسالوا زي ما انتم عايزين. موفقين ان شاء الله ومحميين، وربنا يستر على مصر كلها. ثانك يو.